كابتن بلال، الف مبروك، فوز مهم جدا جدا، ولكن الامور لم تحسن بعد. اكيد خطوه جيده بالنسبه للنادي الاهلي. النهارده مكسبك بيصعب على الفرق الثانيه، بيسهل عليك في المباريات اللي بعد كده. عندك مباراه الهلال، لو الهلال في حاله التعادل او الخساره يكفيك انك تتعادل معه هنا، يكفيك نقطه. لو كسب اعتقد ان انت هتبقى مطالب انك تكسب برضه، يعني اعتقد يعني على حسب نتيجه الهلال وصن داونز، بس المباراه هتبقى في ملعبك. أي. يعني عايز اقول ان المكسب مهم جدا جدا جدا. يعني في دوري المجموعات انت مطالب انك تكسب، عايزين اداء افضل من كده، عايزين شكلنا يبقى افضل من كده بكتير، عايزين ادائنا الهجومي ادائنا الدفاعي يبقى افضل من كده بكتير، لكن في النهايه انت بتدور على انك تكسب الثلاث نقاط عشان صح. يعني تعدي دور ال 16، مظبوط، تخش على دور الثمانيه. في بتقابل بعض الصعوبات، ده وضع طبيعي، يعني بعض الصعوبات لانك بتقابل فرق مختلفه، بتقابل ساعات بيبقى عندك بعض الاجهادات اللي بتاثر على ادائك، زي المباراه اللي فاتت مباراه سان داونز اللي ما كانش فيه وقت ما بينها وما بين مباراه بيراميدز، لكن في النهايه انت بتدور على انك يعني تحصل على الثلاث نقاط. صحيح. في النهايه انك بتدور على انك تكسب، في النهايه انك بتدور على انت تصعد اول او تاني المجموعه، مش هتفرق معانا كتير اذا كنت صعدت اول او تاني. اللي عايز يكسب البطوله هيواجه اي فرق او هيواجه كل الفرق المصنفه، وخير دليل على ذلك اخر موسمين، البطوله اللي فاتت انت صعدت تاني، واللي قبلها برضو صعدت تاني وقدرت انك تحصل على البطوله. البطوله مش سهله، البطوله صعبه. صح. تمام. صعبه لان كل الفرق حط عينها على البطل هو النادي الاهلي، فكل الفرق هتلعبك زي ما شفنا النهارده المريخ بيلعبك بكل ما اوتي من قوه، يعني قوه وسرعه وضرب وكل حاجه في الكره مباحه وغير مباحه هتلاقي مع كل الفرق وانت بتلعبها. صحيح. مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن قدرنا ان احنا نستغل الاخطاء اللي كانت موجوده عند حارس مرمى المريخ وعند دفاعات كمان المريخ، قدرنا في بعض الاوقات ان احنا نحول يعني الاداء لصالحنا في بعض الاوقات بالضغط على الخصم وانك تغلطه، والحاجات دي كنا اتكلمنا فيها قبل الماتش، قلنا ان هم عندهم خط دفاع ولا أسوأ من كده، يعني خط دفاع سيء جدا للغايه، ممكن يكون عندهم نص ملعب جيد لكن خط الدفاع سيء جدا جدا جدا، لو اشتغلنا عليه بشكل قوي من بدايه الماتش كان ممكن المباراه تتسهل من البدايه خالص. صحيح. لكن في النهايه احنا بنقول مبروك للنادي الاهلي الثلاث نقاط. المباراه اللي جايه مباراه الحسم بالنسبه لنا، اعتقد يعني لما تبقى المباراه في مصر يبقى الاهلي يبقى نسبته في المكسب يعني لا تقل عن نسبه 80% ان شاء الله.